شيف، اهلا وسهلا فيكي، وينعاد عليك، ورمضان مبارك وفطر مبارك، وعيد مبارك. ونورت وشرفت. كيفك؟ اشتقنا لك كثير، لا والله واشتقنا وانا لكل كمان. الشباب يعني كنت حابه وللمشاهدين. نبلش الحلقه بعد رمضان هيك بروح حلوه وبضحكه ومزح، وكنا محضرين بدي اقول كثير لك حبيبي على السلامه، ضيوف. انا كمان عم شكرا بارح شلنا همي كثير والله. شكرا. كنا محضرين ضيوف، اختزلنا، كان في عنا اكثر، يعني عنا كان 3 ضيوف بعد نقصنا لحتى ناخد شوي نحكي عن اجواء شو عم بيصير مع المتواجدين بأتاتورك، مطار أتاتورك، يعني شوي حتى نكون بالأجواء. بس يلي بدي لك إياه، وسلام خاص من أهالي فنزويلا ومن أهالي أمريكا، وخاصة الجالية العراقية والسورية واللبنانية، عم بتابعوك وعم بيحضروك على اليوتيوب وبحبوا كل الطبخات وكلهم حاسدين أهني يلي بدنا إنه أنا عم نوجه لهم باكل كمان من تحية، الأكلات. إن شاء الله تضلوا على طول هيك يتابعونا ونضل نعمل أشياء تعجبهم. وبدي أيوة، أرجع هيك بين هلالين كنت عم بحكي تحت الهواء للمشاهدين، ما بعرف كيف عم يشوفونا بدبي وبأتنا، هذه نعمة، ما بعرف كيف، يعني دبي متابعينا محظوظين نحن. كيف ما بعرف، ومن أي شانل كمان ما بعرف، بس عم يحضرونا بدبي وبأتنا. عبال ما نصير رح يحضرونا بكل إن شاء الوطن الله العربي وبالعالم إن شاء إن الله. شاء الله. اليوم رح نعمل المول، ما بحب المول، هيدا لحسين نصار وللشباب، أنا ما أول بحبه. واحد وصاني على دغري حسين، ايه قال انا لي هيدا ما لي، قال له بيعني لو لي بدي هيدا، بحلب لا يعني انا ممكن اكل حبه ذره من هون، اصلا اكلت كل الفروتس اللي حطت لي اياهم. شو الخبريه اليوم؟ خبري اليوم عندنا المول قبل ما تبلش، ليش دائما مع البطاطا؟ يعني لما بينزل على مع الرز المنيو اليوم، مع بطاطا، بس ليه؟ انا غيرت عامله مع الرز، يعني بيعتبروا انه هي ذات اخر شيء بدها شيء نشويات. بس شو هذا الرز؟ هذا البسمتي المزبوط، بسمتي؟ وهذا اللون بجيب بس اسود. سوري، بسمتي شو يعني، امريكاني مصري؟ شو ليش هيك لونه لا لا وليش هندي شكله هيك؟ اه هندي. هندي، بدي اجيب كنت الاسود انا الاسبوع الجاي، الرز الاسود. افيه، هاي شو صحي ولا عادي؟ كله صحي، ما في شيء مش صحي، بس بنغير شوي بالالوان وبال، يعني قصدك تصير تجيب الرز الهندي بلا الرز هلا العادي؟ اليوم بتجربي لحظه، هو لايت يعني؟ هو اخفف من ال، ونفس طريقه الطهي؟ نفس الطريقه، الكبايتين المي ونفس الطهي، بس هيدا اخفى. هلا اذا بناكل منه لهيدا كبايه، انت عارف انه نسيت خبرك انه المشاهدين او الناس اللي التقوا فيه سالوني عن الطنجره، قالوا لي ليش ما عم تجيبيها؟ دليتهم من وين يشتروها، بس ما جبتها. قال ليش ما عم رح نقول للمشاهدين انه بعد ما جبت لا، ومذهولين انه عن جد بتطبخ لوحدها، عرفت؟ هيدي بتضرب الشفي. اوكي تفضل. مثل العادي المقادير رح تمروا على الشاشه ورح يشوفوها المشاهدين. دائما رح نحط لاربع اشخاص او خمس اشخاص، انا بطبخ دائما لاكثر، بس اليوم شباب عاملين دايت مشان هيك خففنا شوي الكمية. بدنا رح نستخدم فلافلة ملونة حمراء خضراء شو موجود عندي. اوكي، وإذا ما عندي بصل أخضر فيني استخدم بصل عادي. بس ليش هالبصلة كثير حمراء؟ بصل أحمر بس كثير حمراء؟ خليني أجيبها يا إما مزروع معها شمندر، وحدة من الاثنين. أنا أصريت أجيبها حمراء، بدي ألعب بالألوان شوي بالرز. ايه بس اوكي، في بصل احمر، بس هيدي كثير لونها احمر. صابغينها زارعينها اكيد حد شيء شمندر او شيء، لانه طلع نفس الشكل. كمان بصل كله صار هندي وصيني، ما عادش في شيء بلدي. يلا، واللبن لشو؟ هيدا كريمه. كريمه فريش. لا انا بلا ما اتدخل بالمطبخ احسن. كريمه فريش رح نحضرها ورح استخدم شوية جزر. انا بدي اقول شغله بس للمشاهدين. مالي هيدا كيف بيشتروه؟ هذا انا عم بسال، سوري يمكن في كثير ناس ضالعين، بس انا لانه مش من هواة هالاكلات. هلا حتى اذا رحنا اذا لقينا ايام الايام نحن مشتريها بتكون مسكره بهذا الشكل. اوكي، هيدي نحن ما بنفتحها، كل تنظيفها نحن بدنا ننظفها من هون، بس على الكعب براس السكين بنعملها بهالشكل. بكون اذا معلق عليها كيف بعدين بياكلوها؟ بنرجع بنغسلها، هي بس تتعرض للنار بتفتح لوحدها، بس تاخذ حراره بتفتح، مثل القرايد السكين بس تتعرض للنار بياخذ لون بصير لونه زهر. هي نفس الشيء. هلا هيدي فاتحه كمان ايام جوا مفتوحه، بس اذا كانت مسكره ما حدا يخاف منها، بس تحطيها على حراره معينه دغري. شو نكهته هيدا الشيء؟ ثمار بحر، طعمه بحر. طيب اوكي، اول شيء رح ناخذ ما هلا بدنا نحرحلك. هلا لا، هلا بدنا نبكي، معلش هلا بنبكي، رح نبكي على الاطفال الموجودين بأتاتورك وعلى الشارع، بنلاقي سبب وحجه. مع انه بيقولوا كثير منيح البصل للعيون، بنظف العيون، انه اذا يعني ان شاء الله ما حدا بيقهركم ببكيكم، يعني اذا ما في عندكم حدا يعمل معكم هيك، قطعوا بصل بالاسبوع مرتين لحتى ينضفوا العيون. اوكي، هلا شو عم تعمل؟ عم نفرم شويه بصل ناعم. ما بدنا اكثر من هيك. رح نفرم كمان. بدك تسلقهم فيها؟ رح اقليهم. تقليهم. انت بتقليهم بعدين بتسلقهم ولا كيف بتعملهم؟ بقلي بعدين بحط الرز بقلبه معهم.
رح نحاول نصير في كذا حدا طلب مني قلت لها الامل نعمل شيء هيك طبخه من واحد المناسبه للاتراك بس ما عندهم شيء مميز يعني هلا امبارح انا اكلت عندهم البرك اني اكثر شيء ايه ما بعرف شيء هيك مثل شيش برك عندنا بيشبهوا البرك بالعجين البوريك بالعجين بسموه انت لو بتشوف البيتزا كيف شكلها في عندهم في شيء مشهورين كثير في البطاطا عندهم البطاطا اللي احنا بنعملها مع الجبنه وال ما بعرف عندهم شيء اكله هي دسر مثل عجينه الميلفي بس هيك مخبصه شوي انا ما دقتها صراحه حسيتها كثير دسمه شكلها ما كثير دسمه عرفت هي حتى كمان متواجده بسوريا ما بعرف شو بيقولوا لها صراحه اصلا نحن مطبخنا بشكل عام معظم اكلتنا قريب كثير للاطراف بس اكلت كيك على فكره خبصت انا نزعت الدايت اكلت كيك اليوم بالسفر ما في دايت كنت عم بقول في حدا عم طلبوا مني انه نصير شوي نحضر قدامهم اكثر المقادير نفرمها نعملها اكثر ايه. هيك بكون اريح هلا المقادير هون شو انا ما شفتهم صراحه ما شفتهم انا حستخدم انا تقريبا شيء شخص واحد هيدا بحس هودي اكثر شوي يعني عم نعمل تقريبا نص كيلو رز ليه ما انا بشوفه مش بوبه طنجره كثير كبيره هيك يعني بحس شخص واحد هيدا اذا بتشوفي الالوان هلا فينا نحن ندخل اذا بدنا بعد بس سوري هالبصله ما بكتني ما نزلت الدموع عليه انا موصي عليه حتى تشوف انا موصي عليه مش حره انا زارعينها مع الشمندر عامله هاللون بدي بدي لك شيء هيدا البصل اذا بدنا نقليه نحن اذا بتعرفي نحن بنعمل صياديه او هندبه حط على وجه بصل هيدا ما بيسوى هيدا انت قلت انه الاخضر من البصل الاخضر اخره بناخذ في بصل نحن بنسميه بصل موني عندنا عاده بصل ناشف هذاك اللي كثير اذا بتفرمي بصله بصير يعني بيبكوا كل المشاهدين شو يعني قصدك البصل الابيض؟ بصل لا بصل ابيض ايه بس بيجي كثير يعني حتى بتمسكيها بتلاقيها جامده بس انت مش مره قلت للمدردره بالبصل الاخضر الاخضر من تحت؟ لا عرفت؟ لا 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 بصل الابيض البصل اللي قلت لها بنقول له بس اعطينا بصل موني انت وعم تفرمي هونيك البيكل مضبوط لكن شو وقت استعملتهم الخضار تاع البصل؟ يعني بركي للهندبه؟ معقولة بقلبها قلينا شيء بس على الوجه اكيد ما حطينا منيح اللي ما جربتها ليش على الآن هيك طيب عم نحط زيت زيت زيتون زيت زيتون رح نقلي البصل والفليفله الحمراء والخضراء فينا نحط فليفله صفراء ولا انت فينا نحط صفراء وفينا نحط بدي اقول لهم فينا نحط الباذنجان قشر من برا قشر الباذنجان بنفرمه كمان نعم بصير عندنا تشكيله الوان حلوه فيها الاتراك بيعملوا زيتون كثير طيب لازم تكون تعطينا شي وصفه لنعملها الاسبوع الجاي بالتركي لا ما بعرف انا بس باكل بس حبيت الزيتون وبتفننوا فيه يعني عندهم تيبل كلياتها زيتون شي ثلاث زيتون شي زيتون اخضر وزيتون اصفر نحن دائما مطبخنا بيشبهوا كثير من الاتراك بالاكلات اللي بيعملوها فإذا عم نقلي البصل والفليفلة الخضراء والحمراء بعدين شو بدنا نعمل؟ بعدين بدي أضيف عليهم البصل الرز الرز ايه وبترجع بتعمل لهم برجع بقلي المول لحاله عشان بشوية زيت زيتون بحطه على وجههم ياخذ نكهة علمت كل يلي كانوا معي أصحابي كيف يعملوا الرز قلت لهم الشيف علمني كل وحدة تعمل طريقة علمتهم إياها ظبط معك منيح لما معلمك شيء شغل يعني طبخه منيح بتعرفي اخطا يعني اكثر اصعب شغله عند ست البيت هي الرز ايه بس انا الحمد لله يعني انا عم بسمع كلمتك عم بعمل غمره ما بقعد بكيل غمره وخلص انا عم بعمل هلا في دوره كان عندنا من شيء اسبوع منها كمان لستات شيء 30 ست كلهم بواجهوا مشكله واحد هو الرز يعني قديش بتحط مي ايام بيطلع خابس ايام بيطلع ناشف خلص على غمره مش يعني مزبوط والطنجره السحريه لا لا الطنجره السحريه 100% بس على غمره انا مش مع الفكره على غمره مش مع الفكره لا لا ابدا انا دائما بقول يعني حتى لازم دغري نعير يعني كبايه او كبايتين يعني دائما العيار بريحنا انا هلا ايام بيعلمونا بوقف المعلقه انا هلا ظابط معي هيك على غمره خليني هيك احسن ما اقعد كيل ويتخبص اضبط يلا رح نطلع بريك بتنضم لنا جنين اشتقنا لها كثير جنين وبدها بتلاقي اتصالات شو بصير معنا على رقم التليفونات رح تشوف شو بصير معنا بشو بس بلبنان وبتركيا وين ما كان نتابع بعد البريك
اهلا وسهلا بجنين. اهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ الحمد لله. كيف كانت العطله؟ ركض بركض. اشتقتي لنا كثير. قلنا فقده أكيد. بس معلي شاف انت عم بتحط بهارات، شو هيدا اللي حطيته؟ حطيت ملح، بهار ابيض، اوريجانو، وحطيت بهار السمك رشه صغيره مع الرز. مع الرز اذا بنشوف هلا كيف صارت الوان الرز الخضره بقلبه بهالشكل. هلا حضف له المي واتركه لحتى يستوي. هذا الرز مع شو فيك تاكله غير المول؟ فيك تعمل عليه ريدس، فيك تعمل عليه دجاج، فيك تعمل عليه لحمه، بيمشي مع كل شيء. بدكم نخبركم خبريه تضحكوا؟ نهار الاربعاء كان عندنا ناس على العشاء. انت طبختي؟ لا، عملت دليفري كمان. عملت دليفري للرز. سمعت شايف عملت دليفري للرز. طب بتعرفني لي كنت جبت لي دليفري، كنت انا بجي دليفري. بايلا انا بدي اعملها. لا اكيد، لا انا بطلبها بايلا. ما هي مع انه بايلا اسهل من اي اكله ثانيه. بايلا هالقد هينه؟ اسهل من اي اكله. بدك نعمل الاسبوع الجاي. ليه هالقد هينه؟ كثير سهله. اوف كثير سهله. بس ما انت عم تحط انواع سمك. ما انت عم تجيبي السي فود صار جاهز، كيس بتجيبي خالص. طيب في بقلبه كل شيء. اه مشكل؟ مشكل كل شيء بقلبه. بتحطي شويه فليفله وبصل وهالخضره، بتقليهم وتحطي الرز عليهم وتحطي معهم ال ايه. بس ليك انا بيضت لك وجهك، كل شيء الباقي انا عملته. شو عملت انت؟ تلميذ شاطره. بيتزا وفطاير؟ لا. شو؟ ما كملنا معجنات. عملت له بطاطا مقليه. لا هيك هيك المخرج قال لي. المخرج قال لي والله هيدا هو عم يتابع. لا بطاطا مشويه. حضرت البيبسي والمي. زبطت السفره. لا لا عملت سلادات. اه عملت وحده استقرطت مثل ما بيقولوا، ما كنا نصور سلادات صوروا. عملت سلطه طلعت كثير طيبه. شفتي قديش عم نستفيد من الشيف؟ ايه. وعملت حمص. وعملت باذنجان. وعملت شم الريحه. ايه طيبة اصلا قريبة لريحة البايلا. رح نتابع مع الكاميرا معك، ولكن قبل ناخذ بلش بالاتصالات. لينا الو. الو مرحبا. تفضلي لينا. بدي اعرف بالنسبة لشغلة. نعم. في شخص مرتبطة في بدايات اذا كيف وضع انا وياه، في ارتباط ما في ارتباط؟ تعطيني معلش تذكريني بتاريخ ميلادك لو سمحتي. 11/3/77. ما في شيء جديد لا سعيد العاطفي ولا العملي، ما هيك؟ لا ما في شيء جديد. طيب تفضلي جني، شو بنقلها؟ بس شوي كانه هيدا الشخص بالوقت الحالي مش انه عم يتردد، بس عم ياخذ وقته. مثل ما قلت لها انا بده ياخذ وقته. طب قد ايه ياخذ وقته؟ يعني ما بده 10 سنين مثلا؟ في كثير ناس بحبوا يعني ياخذوا الصيفيه من بعض الصيفيه، وهو من هيدا النوع. بالنهايه رح توصل هي وياه للارتباط، بس هلا بالوقت الحالي قبل شهر 9 منه مستعد ابدا، ولا انه يوعدك بشيء ولا انه يحكي شيء. اما على صعيد الشغل كمان حكيوه عن شيء، بس شكلك انت يا لينا ما قبلتي في للموضوع، وهلا بعد اشارتين لازم يرجعوا يحكوك عن شيء وترجعي تقدري تقدمي على شغل جديد. بس في شيء عرضوا عليك وانت يلي ما قبلتي، وتبعت لنا مساج اذا مزبوط او لا. منتابع نينا. الو مساء الخير. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. اهلا وسهلا، اشتقنا لك. الحمد لله على السلامه يا رب. شكرا. الحمد لله على سلامتك يا رب. شكرا. الحمد لله. شكرا. تفضلي مينا قلبي. اول شيء بدي لكم انه انبسطنا كثير، صحيح انه استمتعنا بالبرامج، بس صراحه وجودكم غير شكل. حبيبتي شكرا، كلك ذوق. شكرا حبيبتي. بدي اسال عن ابني داني، 8 كيلو الأول 89. بدي أسأل عن الصحة والعمل إذا ممكن. يعني صحة وعمل. صحيا تقريبا ما في خطر عليه أبدا، بالعكس مسيطر على الوضع، وضعه الصحي عم يرجع شوي يستعيد عافيته نشاطه، لأنه آخر فترة كان نفسيته هي اللي مأثرة عليه وكان محبط على الآخر. أما بالنسبة للشغل هيدا يلي كان عم بيأثر عليه وأكيد عم بيأثر على نفسيته، آخر فترة ما كان كتير الأمور عم تمشي مثل ما هو بده. مبدئيا الشغل لآخر شهر 7 رح يضلوا، ما بدي أقول دائر، بس بطيء، والأمور يلي عم بعالجها بعد بدها وقت. من بعد أواخر هيدا الشهر بياخد جمعتين ممكن أنه ياخد فرصة أو شيء، ومن بعدها بيصير في عنده الانطلاقة. شهر 9 كمان رح يكون بداية شهر مادة معنوي نفسي كتير حلو عليه. كريمة. ألو. نعم كريمة تفضلي.
كريمة؟ كريمة؟ نعم. 26 بدي أسأل. بس عفوا كريمة، تعطيني الشهر 25 68، بس الشهر؟ لا 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 لا، 8. ما بعرف شو عم تقول. طيب بعتذر مني، كريت الزبط الاتصال. رنا. نعم رنا. مرحبا، اهلا وسهلا برنا، تفضلي. كيفكم؟ الحمد لله الحمد لله. بدي اقول عم بخير. تاريخ ميلادي؟ نعم، ماي 7-1. بدي بس اسال عن سؤالين. اول شيء عن وحده انا بعرفها، بدي اسال شو نيتها ناحيتي، شو بدها مني، عم تحكي حكي هيك ما له معنى كثير، رفيقتي يعني، هي صديقتي. بدك معلومات عنها؟ بدي بس تاريخ، تاريخ الميلاد. تبعها ديسمبر، ديسمبر 31. هي اكبر مني بخمس سنين، so 1966. اوكي طيب تفضلي. شكرا. تبع الست اللي بدي اسال عنها. نعم. بدي اسال عن تنتين عنها وعن كمان واحده ثانيه. تفضلي. الست الثانيه يعني هم صديقتين، الثانيه مواليد سبتمبر 14 1960 كمان 63. اوكي. ففي بدي اسال يعني شو نيتهم من ناحيتي، هم صاحباتي بيحكوا معي بس مش مرتاحه كثير، اذا ممكن بتحبي اسمائهم؟ لا خلص مش الحال، ما تعطينا تاريخ الميلاد. عن سنتين هم، فلو سمحتي قولي لي. طيب يلا. كثير هم متزوجات اولاد وهيك. يلا باي باي. اوكي. اول صديقه هي مش مأزية مثل ما انت متخيلتيها، بس عندها حب اللقلقة. يعني وين في حديث مش بس عليك، حتى على حالها، حتى على الصديقة التانية يلي سألتينا عنها، هيدا بتحب هي اللي تكون مسيطرة على الأوضاع كلها، وبتحب هي كل الأمور أو كل الأشخاص تكون هي الأتراكشن موجودة بس لإلها ولإلها وحدها. يعني ما بتريد أنه حدا يكون عم بيجي عم ينشاف غيرها وحدها. هيدي هي مشكلتها، بس منا مأزية مثل ما انت مفكرة، بالعكس قلبها طيب، بس ما بتعرف تتصرف وبتحب انه يابا شوفوني انا. اما بالنسبة للتانية هيدي اللي بعدت شوي صغيرة عنها وهلأ رجع صار في نوع من تقارب بينك وبينها، بعد رح ترجع تكون معك كتير منيحة. هيدي بالعكس، هيدي فيك ترجع تأمني لها، فيك ترجع تكوني حواليها، لانه كصديقة ممكن انه تتساعد انت وياها بعدة امور، وما تفكر انه ممكن هيدا تطعنك بدارك، بس لانه صار في شويه لقلق وحديث مشان هيك لفتره من الفترات انفصلتوا او تباعدوا عن بعض. بس هيديك الثانيه مش مأزيه، بس ما بتعرف تتصرف. كريمه رجعت معنا. نعم كريمه. مالي قبل ما نتكفي مع ماجي، بس لو سمحت شيف تخبرنا شو عملت، كيف عملتهم؟ يعني حضرتك سلقتهم بعدين قليتهم ولا شو صار؟ لا لا دغري، بدي على الأقل دغري. على الأقل دغري؟ على الأقل دغري. هن بدهم على النار تقريبا 6 دقائق بيستووا. بس؟ مش أكثر من هيك. إذا بتشوف هلا كيف بيفتحوا على الآخر، حتى ممكن تطلع اللحمة اللي جوا تطلع من الصدفة، ما في مشكلة كمان. بس بنخلي الصدف نحن حتى نزين فيه. بس معقول بس 6 دقائق وهالصدف بخليه يستوي؟ بتستوي دغري. هيدا يعني حتى ما بده أبدا وقت. بالزيت قليتهم؟ بزيت زيتون. زيت زيتون. والرز عنا خلص؟ والرز لا بعد بده شوي. طيب نتابع مع ماجي. الو ماجي. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة حبيبتي، شكرا، تفضلي ماجي. ماشي. تاريخ الميلاد بتاعي 1/9/1964. نعم. وتاريخ جوزي 2/13/55. اوكي، بدك تعرفي عنك وعنه كيف العلاقة؟ يا على حياتنا الزوجية، على الحياة المالية، على عاوزين ننقل في مكان، أرونوز كنا حننقل ولا لا. أوكي، أول شيء أنا كنت بدي أقول لك أنه راح تغيروا من محل لمحل، لأنه في عندكم نقلة وفي عندكم سفر. حياتكم الزوجية مع بعض في قول بالإجمال أنتم منسجمين مع بعض. هلا بصير في أكيد شوية شريعات مثل بكل كفل، بس منه هالشريعة الكبيرة أو الشيء اللي ممكن أنه يدعي للقلق.
حياتكم المادية بعد أربع إشارات بتبلشوا بالانفراج الكبير على الصعيد المادي، وأنت ويان الله راد فيه يقول إلى الأمام، والنقلة بتصير من هلأ لشهر 11 مفروض تكون صارت عندكم النقلة. أكيد ما بقدر حدد، بس من اليوم لشهر 11 بتكون صارت النقلة. شايف عم تحط كريم فريش؟ عم حط كريم فريش لحتى تمسك شوية الصوص تبعه، ياخذ نكهه السمك، نكهه المول مع الكريمه مع رشه بهار، بتطلع كثير طيبه لانه بيحطها مع الرز. هن هيك عاده بيعملوها ولا انت في كذا طريقه لها؟ مميزه في كذا طريقه، حتى فينا نقدمها بها يعني حط لها، فيهم بيحطوا لها بيض ابيض وشويه كريمه بتتقدم مثل هيك بدون اي شيء عليها، بدون لا رز ولا شيء. اوكي. بس الكريمه بتاعت البطاطا اللي مع البطاطا هي واين وكريم فريش؟ اوكي، منتابع مع كريمة. اهلا تسلينا. تفضلي كريمة. ان شاء الله تسمعني هالمرة. انا اسمي كريمة، تلد 21/6/68. نعم. بدي اسأل على الشغل، انا ماني كثير مبسوطة في مكان العمل، فبدي اعرف اذا كان حغير، اكيد مش العام المقبل بس يعني in the future. وبدي اسأل على العاطفة، تاريخ الميلاد الرجال هو 3/6/69 وهيك، وعندي سفر للعائلة، تقول لي شيء يعني حيكون كويس ما حيكون كويس شيء. شكرا. شكرا لك. ثلاث اسابيع رايحه بعد 20 سنه، رايحه اشوف. اوكي، شهر 8 يعني. اكيد عم بسالك اذا شهر 8 قال رات سفرتك رح تكون اوكي. أول شيء ليكي عم تقولي لي أنت مش كتير مبسوطة بشغلك، بس بذات الوقت تتردد كتير حتى تاخد الخطوة وتقولي أنا بدي أنقل أو بدي أغير شغل. تزبط أوضاعك من فترة لفترة، يعني فترات بتمرق بتكون كتير مرتاحة بالشغل وبيرجع بيمرق فترات بيكون في عندك ضغوطات. هلأ بالوقت القريب صراحة قبل 8 إشارات ما بشوفك بتنقل شغل باقية بمحل ما أنت، من بعدها رح يصير في عندك شيء ارتباط، ومن بعد الارتباط حتى تبلش تفكري جديا بقصة النقلة. أما بالنسبة للسفرات يعني رح تكوني كتير مبسوطة، وأكيد وقت واحد بيروح وبيلتقي بأهله وبيكون قاعد فترة بيناتهم، هو قبل ما يرجع بده يكون زعلان. ف يعني هون مبسوطة، وبس تروحي وتسافري رح تكوني مبسوطة كتير. لا هيدي رح تكوني راضية فيها ولا هي رح تكوني راضية فيها، انه كيف تتركون وتتركون. شيف بعد في شيء بدنا نحضره ولا خلصت؟ احنا بس ناطرين دقائق ليطلع الرز. طيب ناخذ بهالدقائق سحر. الو سحر، اهلا وسهلا بسحر. سحر ان شاء الله نرجع نسمع صوتك. سحر فاطمه. الو. ايوه ايوه انا اسمي فاطمه، عايزه اشوف استفسر عن حاله ابني الزوجيه، هل زوجته مخلصة ليه ولا لا؟ افشا سؤال صعب. تعطينا تاريخ الميلاد؟ تاريخ الميلاد؟ 27 تاريخ ميلاده هو؟ نعم. 27/1/57. وزوجته؟ زوجته اسمها كورة. تاريخ ميلادها؟ بس ما معرفش. 13 مارس 54. بس ليش عم تسأل إذا مو خلصة؟ شاكة فيها؟ نعم. ليه عم تسأل إذا مو خلصة؟ هي مخلصة ولا لا؟ طيب يلا أوكي. هي مصلحجية كتير، هي بهمها مصلحتها، بهمها المصاري، كتير مادية هيدا الإنسانة، وبتلعب مش إنه بتخونه جسديا لا، ولكن من النوع الأشخاص اللي مستقرة بحياتها للآخر وعارفة كيف تخليه يأمن لها للآخر. ما في خيانة جسدية، بس بذات الوقت مسيطرة على الوضع كليا وما بيرفض لها طلب نهائيا، يعني مسيطرة عليها. هي كل القصة. منتابع. ألو ألو ألو. نعم مين؟ جنين معك. جنين أهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. تفضلي جميل. اهلا بك يا حبيبتي. انا اثنين جمع تاريخ ميلادي 17/2/52.
اوكي شو حابه تعرفي؟ شو حابه تعرفي؟ اهلا بيكي حبيبتي، الحمد لله على سلامتكم. شكرا 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 الله يخليك. انا تاريخ ميلادي 17/2/52. طيب اوكي 52. نعم نعم اوكي. عايزه اسال عن العمل، وعايزه اسال عن اللي بشتغل معاها، هل كويسه معايا؟ هل الباك كويس زي حاضم معاها ولا لا؟ عايزه اسال عن اوراقي وحاجتي. اوكي اوكي اوكي. روح اول شيء هيدي اللي بتشتغلي معها بتعمل لك على الاخر، والعمل الحمد لله منيح. هلا على طول بتتناقري انت وياها، لانه اثنين تكون يعني بتحبوا تكونوا بوسي، بس القصه بيناتكم بترجع على طول بضل فيها انفراجات. لا انت بتتركيها ولا هي بتتركيك، بتعتمد عليك بعده امور. وضعك معها رح يضلوا سليم من هلا لسبع اشارات، تحت لي يبلش يصير في عندك اعاده امور، يعني في عندك وراء كانه بدك ترجعي تعمليها حتى لي يرجع يمشي حالك بالنسبه للاوراق وتاخذي ورائك. قبل سبع اشارات ما في ولا اي شيء. بالوقت الحالي عندك انسجام قوي بالنسبه للناحيه العاطفيه مع شخص كلي يعني جديد. هالانسجام ممكن انه بس يكون لفتره صغيره. حنان حنان ايوه نعم. انا اسمي حنان وتاريخ ميلادي مارس 17/66، وكنت عندي مشاكل في الشغل وكده ورفع قضية، فكنت عايزة أعرف إيه اللي هيحصل. تعطينا تاريخ الميلاد؟ I'm sorry؟ تاريخ الميلاد؟ مارس 17/66. عن الشغل؟ أوكي عن العمل، في عندها خلافات. إيه. كمان هون رجعت لالي شهر 7 هلا، هيدا الشهر بعد كم يوم يعني قبل انتهاء الشهر رح يكون في حكي بينك وبينه، رح يرجع يصير في امور ترجع تقدروا تتفاهموا عليها. تركي للشغل ما في نهائيا. كمان رح ترجعي انتصارك يكون جدا كبير وما بيتخلوا عنك بسهوله، وما بشوفك نهائيا هلا تركي الشغل او يعني المرحله الصعبه رح تدوم لوقت طويل. مفروض من هلا للخميس الجاي تكون ان الاراضي انحلت امورك ورجع سوء التفاهم انحل. بنشوف ريبورتاج مع شربل وتاكسي خاص جدا. بنتابع مشاهدينا مع سحر، بس قبل سحر الشيف، شيف وين صار الرز؟ يلا دقيقة حاسكبه بكون صرنا خالصين. سحر الو سحر سمية ايوه اهلين اهلين لينا، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله تفضلي. الحمد لله سلامة الحمد لله. اوكي اعطيني جنين صغير. يلا معك جنين، بس اعطينا تاريخ الميلاد لو سمحتي. مارس 20/61. شو الشهر؟ ثلاثة ثلاثة اوكي اوكي. عن شو حابة تعرفي؟ 20/3. طيب اوكي عن شو حابة تعرفي؟ حابة نشوف ان في ناس يعني متهميني بحاجة واخذوني على المحكمة، يعني عندي قضية المحكمة، عايزة اعرف وش هنتصر عليهم ولا لا. اوكي. والعمل والحب وكل شيء. شغل لازم اول شيء تنتبه نتفه صغيره، لانه كمان بدك تمرق بفتره راح تكون مش حلوه عليك نهائيا على الصعيد العملي. ممكن انه يصير في عندك كمان سوء تفاهم مع حدا وتكبر كثير القصه وتضطر انه تفتشي على شغل جديد. ماديا ما راح يكون في عندك مشكله من هلا لاربع اشارات اللي جايين ماديا، اما بالنسبه للمحكمه يلي عندكم اياها كمان بعد بده يصير في تاجيل من هلا لتسع اشارات حتى يرجع يطلع قرار. بالوقت الحالي يعني رح توصل اللقمة للتم لكم، بتحسوا انه خلص هلا بده يصير في حكم، بترجع بتتأجل وبعد في وقت، يعني قبل تسع اشارات لا رح تاخذوا حق ولا رح تاخذوا باطل بالنسبة لهالمحكمة يلي عندكم اياها اللي رح تضل على الآن. نتابع الو. الو نعم ليلى معك؟ اهلا وسهلا تفضلي.
اهلين، انا حكيتكم قبل العيد وقلت لكم على بنتي مواليد 24/10/1989، وقالت لي جنين انه هذا رح الاحسن. بقى انا وديتها على الاوبيتال وظلت فتره هنيك وما انا قادره، ما بدي اشوف شو بده يصير، هل رح تكون احسن، هل بس معلي ذكريني وقتها قلتي لنا انه ما بتسمع الكلمه او ولا انا غلطانه غيرها؟ لا ما بتسمع الكلمه. مزبوط مزبوط. هي مزبوط. اوكي اوكي. وبعدين وديتها على الاوبيتال هون بنيويورك وقاعده بالاوبيتال وعطوها مهدئ وصارت احسن شوي، بس لسه قاعده بالاوبيتال بدي اشوف كيف بدها تطلع بدها تصير احسن. يعني بس يعني طلع الكيس عندها شيء حاله نفسيه عصبيه؟ لا هي حالة نفسية. حالة نفسية. ما بتأمن لحدا وما بنحبها وبهذا. قلت لك يمكن سببها كان الغيرة، بتحس على حالها إنه ما حدا بحبها وبدها عاطفة وحنان كل الوقت. مظبوط. بعد بدها أربع إشارات على القد وبترجع بتطلع وبيرجعوا بيعلموها بيصير في عندها ثقة بحالها أكثر وبتحاول إنه تتقرب منك، بس بدها منك بليز الفترة يلي جاية، يعني أنت عم تعصبي عليها ما بتعرف كيف تتفاهمي معها مظبوط، يعني الوضع اللي عم بيصير ايامات تتجاوب ايامات بتحس انه خلص فوق طاقتك القصه، بس بهالفتره قد ما فيك تبطئ اعصابك حتى ترجع توثق فيك تتحس انه هي اخذت البروتكشن يلي بدها اياها منك، وبعد اربع اشارات بترجع على البيت وبتكون بالاجمال مرتاحه اكثر وبيكون في توافق بينك وبينها. نتابع طارق. الو طارق. الو مرحبا. اهلا وسهلا تفضل. 25/12/50 وحابب اعرف من ناحيه ماديه ومن ناحيه اذا في شغل جديد عمل جديد، وبعدين عن ابني 19/11/96 من ناحيه مدرسه جامعه وعمل. اوكي شكرا. ماديا وعمليا له. اوكي اول شيء بالنسبه لك شوي الاوضاع منا ظابطه معك بهيدي الفتره، هون طلع لي انه شغل جديد مش رح يصير لحالك، بده يكون في عندك شريك او بدك تحكي مع حدا من اصدقائك حتى يرجع يمشي الحال بالنسبه لقصه الشغل، يعني هاي الصيفيه وضعك المادي والنفسي والمهني ما رح يكون كثير على ذوقك مثل ما انت بدك، بس تقريبا على شهر 11 بترجع بصير في توافق انت وحدا على قصه شغل او إعادة تأهيل لموضوع كنتوا ناسينه أو كنتوا حكيتوا فيه قبل وما عملتوه، هيدا ممكن إنه يتنفذ المشروع. بالنسبة لابنك شخص عم بيضحي وعارف كتير منيح لوين بده يوصل، بحط الهدف قدامه بيمشي على الهدف، ما في خوف عليه دراسيا ولا في خوف عليه بالنسبة للأمور المهنية، بالعكس هيدا رح يكون بزنس مان كتير ناجح بالمرحلة اللي جاية. خلصنا شيف؟ احنا صرنا جاهزين. شو عم ترش؟ رشة بابريكا بس للزينة اللون. نعم بس قبل بدنا نودع الشيف. اوكي فاذا هيدا المول بطريقه الشيف محمد عبد المنعم مع الرز، رز بالبصل والفليفله الحمراء والخضراء مقليين ومحطه فوقهم، والمول رقم الشيف محمد عم بيقطع على الهواء، بنقليها 6 دقائق بعدين بالكريم فريش. صح بنضيف لها زيت شيء ولا لا؟ رشة زيت زيتون بلا. رشة زيت زيتون. اوكي شكرا لك شيف، ان شاء الله بنشوفك الاسبوع المقبل على خير ويكون الاوضاع استتبت. ان شاء الله يكون الوضع احسن من هيك. ان شاء الله ان شاء الله. رح نتابع مع ريبورتاج وعم نرجع لجنين واتصالاتكم. لبنان يقرأ مشروع جديد أطلقته رانيا صغير بالتعاون مع بوك انترناشونال المجاز من اليونسكو لحث الأطفال على القراءة وتوزيع أكبر عدد ممكن من كتب المطالعة للأطفال على الأراضي اللبنانية كحق من حقوقهم. وأخيرا صار للبنان فرع تابع ل البوكس انترناشونال واللي هو مشروع مجاز من اليونسكو.
بيفكروا البوكس انترناشنال انه حق من حقوق الطفل بغض النظر عن الباك جراوند تبعه او الخلفيه الاجتماعيه، يعني غني فقير متوسط الحال، انه نحصل على تمويل بشكل رسمي وجدي، وهالتمويل بخلينا نامن 1,500,000 نسخه او 1,500,000 كتاب على مده 3 سنين ل 1,500,000 طفل لبناني على الاراضي اللبنانيه. ست شهور مجازين من بوكس انترناشنال، بلشنا بطريقة سوفت ناعمة، عملنا نشاطين. ما بنقدر نعمل توأمة إلا مع المدارس الخاصة والرسمية، لأنه نحن مش موزع، نحن بدنا نخلق تجارب قرائية. يعني منروح بنعمل قراءة قصة لهالمجموعات اللي رح ترجع على يعني ليخدوها معهم على البيت. ولمساعدة هالأطفال على القراءة والثقافة وتغيير حياتهم كخطوة لتغيير مجتمع كامل، انطلق هالمشروع وبيستمر لمدة 3 سنوات. منتابع مشاهدينا معنا جاكلين. ألو جاكلين. اهلا وسهلا بجاكلين، تفضل يا جاكلين. وحياتي بدي اسال عن بنتي وجوزها. بعطيك الدرس. ايه تفضلي لو سمحتي. ايه بليز. بنتي الست 7 ديسمبر. نعم. 73. نعم. وجوزها الست فيفريي 78. نعم. 7/8. اوكي 18. اي اوكي. بدي اعرف حاضر ومستقبل كيف ككابل، ومسألة الاولاد شو فيك تقولي. طيب شكرا. عنه هن منفصلين يعني ولا لا؟ عنه يعني منفصلين ولا لا؟ جاكلين. نعم. هن مع بعض؟ ايه. اوكي اوكي يلا. هلا هون بيضحكوا هدول الكابل لانه اثنيناتهم سوا بيشتغلوا بيرجعوا بيتخانقوا على ادق التفاصيل او على شيء كثير بسيط. ماديا ومهنيا اثنيناتهم هلا هي رح يكون في عندهم انفراجات بالمرحله اللي جايه. جوزها في عنده نوع من سفر من وقت للتاني بده يبقى يعمله من هلا لخمس اشارات، رح يصير في ولدين عندها بالوقت الحالي هي بس منا كتير مستعدة لأنه في عندها شيء عم بتحضره نوع من دراسة أو نوع من شيء للشغل، ففي عندها موضوع كتير كبير على صعيد المهني أخذ له وقتها كله سوا، فمشان هيك ما عندها كتير الأولوية للأولاد ولا أنه تكون عندها مسؤولية أولاد، بس على الأكيد بده يصير في عندها ولدين. ريتا ألو. هاي مرحبا. نعم ريتا تفضلي. ممكن أسأل عني أنا وعن أخي؟ أنا اسمي ريتا، مواليد 26/4/77. عن الشغل والمستقبل. وعن أخي also مواليد 4/21/81. also عن المستقبل والعمل بليس. أوكي. أول شيء بالنسبة لك أنت بالشغل ما بتعرفي أبداً تقولي كلمة لا لولا أي حدا، بالعكس بتساعد من كل قلبك، ومشان هيك بتحس أنه الكل بيتقدموا وأنت لآخر وحدة حتى لا تتقدمي. غيري لي شوي السيستم يلي عندك على صعيد المهنية حتى لا تحس أنه وأخيراً عملت شيء وأخذت القرار الصائب. بتضلك بمحلك، بيصير في عندك تدريجياً، يعني مش دغري على السريع، حتى لا يصير في عندك انفراجات مهنية. أما على صعيد الشخصي وحياتك كمان في عندنا خيبتين أمل كتير كبار بالحب. هلأ في عندك شخص جديد عم بتحاول أنه في حدا، بس عم بتحاول أنه أنت وياه تكونوا مع بعض، رح تكون المرحلة اللي جاية معه لهيدا الشخص كتير إيجابية.
بليز اعطي الامان، يعني امني فيه لهالشخص لانه منه انسان عاطل ابدا من ناحيتك. اما بالنسبه لصديقتك انسانه بتعرف تعمل مصلحتها كثير منيح، في عندها رزقه ماديه بالوقت القريب من هلا لثلاث اشارات بتاخذ الرزقه الماديه، عاطفيا بخافوا منها الكل فمشان هيك بيستهبوها لانه عندها لسان صليط وقويه كثير على الصعيد العاطفي. فاذا بتنقوا بتقول ما عندها حدا، بالعكس في كثير ناس حواليها، بس هي شوي من النوع الاشخاص اللي بتدفش وما بتعرف تحكي مع الاشخاص بطريقه شوي رايقه وهاديه. هدى. الو. نعم هدى تفضلي. انا عندي ابني عنده 32 سنه، عايزه الديت البرث بتاعه 5/10/84، عايزه اعرف بالنسبه في المستقبل هل في جواز ما في جواز. في الوقت الحالي عنده جيرل فريند حامل، يعني مش عارفه ايه اللي هيكون في المستقبل بالنسبه للعلاقه ديت، فاذا ممكن يعني تقولي يتجوزها حاجه. اوكي اذا ممكن يتجوزها مش هيك؟ ما اعرفش، يعني هو بيقول جواز مش هيتجوز حد هلا، بس عايزه انا اعرف يعني مستقبله بالنسبه لعمله بالنسبه للجيرل فريند دي، يعني مش عارفه ايه اللي هيكون في المستقبل. اوكي اول شيء معلق فيها كثير لهيدي الجيرل فريند تبعه، ما بيتركها بسهوله ومبسوط وراح ينبسط اكثر انه راح يصير في عنده ولد. بيقول انه ما راح يتجوز، واذا بتلاقيه بيقول لك انا لانه صار عندي ولد حرام بدي اتجوزها، بيبقى معها لفترة من الفترات بيرجع بعدين بيصير في انفصال. أما بالنسبة لوضعه المهني والمادي هلا مثل كأنه صار عنده ثقة كتير بحاله، ما عنده مشكلة أبدا، يعني مثل كأنه واحد عم يشتغل شوي من قفا إيده، بس المرحلة اللي جاي رح يرجع يركز لأنه في شيء مشكلة بدها تصير معه، بده يضطر أنه يرجع يركز على الشغل ويرجع عن أول وجديد يعيد النظر بكتير أمور مهنية. فمشان هيك وضعه رح يكون المهني جدا لبعدين منيح، بس هلا في عنده عواقب بسيطه بده يصادفها. يعني قديه صرنا اوبن انه بصير في حمل وما بنتزوج وما بدنا نتزوج، يعني قديه صرنا اوبن صح، بعد وين رح نوصل؟ رح نوصل. يلا شو ناطرنا على الصعيد السياسي؟ على الصعيد السياسي هون بلدنا مبدئيا بالصيفيه رح يصير في انتخاب رئيس مثل ما كنت عم قلك. الله يسمع منك. ما في هلا شيء كثير كبير، ممكن انه ناكلها نقزات بسيطه بس اقتصاديا رح يرجع شوي يتحسن الوضع. في عنا مؤتمر كثير كبير ممكن انه يصير عنا هون بالبلد، هذا يلي رح يدعم كثير امور وتخلي القصص شوي ترتاح، يعني عده دول كبيره ممكن انه يجوا ويعملوا مؤتمر عنا هون. تركيا شو حيصير؟ تركيا شكلها راقت، وهلا بصير في تصفيات، في انعكاسات اكيد رح يصير في تصفيات دوليه ولا انعكاسات داخليه؟ لا ما شكلهم، يعني اذا بتلاحظي وهيدي مش عم بحلل سياسي بس انه هو مدعوم كثير، بس اكيد بده يصير في شوي تصفيات هلا بالمرحله اللي جايه، بتكون الامور كلها مسيطره عليها بس مش لدرجه كبيره لانه رح يصير في شوي تصفيات مثل ما قلت لك. ومن هلا لثلاث اشارات شوي بضل في خضات بتركيا، بس اللي بينخاف بالدول الاوروبيه لانه كيف صار بنيس ممكن يصير بغير بلدان، المانيا، لندن. تتوقعي يصير هيك؟ في عندنا شوية خضات. يعني توقعاتك بتلامس توقعات التحاليل السياسيه وغيرها؟ لا بس انا ما بتعرفيني ما بسمع سياسه. لا اكيد. يعني بدنا نتابع. الو ريحة البيال العادة يعني صح. في عنا أرام التلفونات عم تقطع أمامنا على الشاشة، الكل اللي بحبوا يتصلوا بجنين مع بعد الهوى بيسألوه عن أمورهم الخاصة وغيرها. جنين كان بدي أقول لك بـ end of August أو starting September عم بيقولوا في موجة حر رح تلامس ال 55 بالخليج العربي وخاصة السعودية. صح. هيدي كيف انعكاساتها رح يكون على الأبراج وعلى الفلك؟ لكن نحن هلا في شوي تغييرات على الصعيد الفلكي. كان الفترة إذا سبقت من أول السنة لليوم بتحس كل العالم كانوا عايشين بضغط
نفسي كتير كبير، يعني مين ما بتحكي ما حدا كان مرتاح. هلا اول شيء بدي اقول لك شغله، في شتاء ليوم الشتاء، نحن عنا بلبنان هون قديش صار في عنا هلا نيشوب وكانت خنقه، شهر الجاي ممكن تشتي مرتين. مع برد ولا مع شوب؟ لا كيف وقتها شتت بايار هيك رح يكون الوضع، يعني رح ننقذ. بس موجة الحر ما كتير إلا تأثير، إلا تأثير علينا نفسيا أكيد، بس ما إلا كتير تأثير على الأبراج والفلك، لأنه مبدئيا هلأ الانفراجات عم بتصير وزحل عم يرجع شوي كأنه يسيطر بالنخلية. بيّن كيف حيكون الطقس بالشتوية، يعني لحتجي شتوية لشهر تسعة تحت اللي نعملها كل شهر بشهر تسعة بكل سنة. هذيك السنة ما زبطت إيه؟ الطواحين ما كتير يعني زبطت، أنا رح تكون قاسية بس ما كانت قاسية، ما لبسنا جاكيتات، ما كانت قاسية، ما حسيناها قاسية. هلا انت انتبهي قاعدة بالجبل، انت بتحسي انه قاسية، احنا قاعدين ببيروت، انا كنا مصيفين يعني ما فينا ناخذ على المنطقة محل ما انت. اوكي لا انا مش محل ما انا بشوف، بس لا وقتها كانت تشتي كانت تشتي، وكنا ايامات تسقع من عشية بس يعني هلا انا ما اعتبرت حالي شتيت. اوكي يلا على كل حال الله يبعث الخير، صح ان كان بالشتاء او بغير الشتاء، خاصه بالوضع الاقتصادي هيك يتحلحل شوي، يصير في انفراجات، تتحرك العالم قبل المدارس. يعني عندنا هلا شهرين بنبلش التحضيرات 100%. بدي اشكرك جنين، ان شاء الله بنشوفك الاسبوع المقبل بحلقه جديده من بيروت، واتصلت للمشاهدين اكيد بانتظارها من هلا لوقتها. بتمنى لك كل خير وان شاء الله تكون الامور صارت افضل بتركيا ونعيش اسبوع بسلام. رح نمشي كل يوم بيومه، بقى رح نتمنى لقدام كل يوم بيومه، لانه مين بيقول كان بيصير بنيس هيك او مين بيقول كان بيصير بتركيا هيك، يعني كلياته شيء مفاجئ اللي عم بيصير. بدي اختم مثل ما وعدتكم بالبدايه باغنيه نصيف زيتون اللي قدمها على مسرح ستارز اون بورد 2016. انا ابتديت التصوير من بعد ما خلص الموال، الموال كان جدا مؤثر، قدمه لسوريا وللشعب السوري وكان في تجاوب وتفاعل كثير كبير. يلي بدي اقول له من خلال نصيف زيتون ولكل العالم، ما نحقد، ما نشمت، فكروا بهالولاد بهالجيل اللي بده يطلع، شو بدنا بالكبار، شو بدنا بالسياسيين، خلينا بحالنا، خلينا نحب بعض لحتى يعيشوا هالولاد بحب وسلام ونعيش مرتاحين شوي، يعني لاحقين على كل شيء. الى اللقاء، بشوفكم الاسبوع المقبل.